مساكم الله بالخير، حياكم الله ويا مرحبا وسهلا بكم جميعا. في إشكالية دائما يواجهوها الأخوان في الجمعيات الخيرية أو في الفرق الخيرية والتطوعية من خلال جمع التبرعات، وشاهدنا هذا الموضوع يتكرر في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان صراحة، اللي هي مشكلة صناديق التبرع هذه اللي نحصلها منتشرة في مجموعة من الأماكن اللي موجودة على مستوى الولاية اللي أنت فيها. تلاقي موجود صندوق التبرع تابع لفريق معين. المشكلة أن هذه الصناديق أحيانا وللأسف الشديد تتعرض للسرقة، ومع كامل الاحترام والتقدير يعني، لكن الوضع دائما ما يكون من الأخوان الأجانب اللي موجودين عندنا في البلد، هم اللي دائما ما يعني يمكن سبحان الله لحاجة أو لشيء ما يعني، لكن الموضوع صار يتكرر في أكثر من مكان، وهذا الأمر حقيقة يخلي تبرعات الناس هذه ما توصل للناس المحتاجة. طيب لتفادي مثل هذه المواضيع إيش ممكن يصير؟ اليوم وايد ما شاء الله التقنية تطورت والأمور تبدلت والأحوال تغيرت، لذلك مجموعة من الشباب العمانيين قرروا أنهم يطلقوا تطبيق اسمه تطبيق عونك. هذا التطبيق يساعد على جمع التبرعات، الأشياء اللي عندك في البيت اللي أنت مو في حاجتها، أو حتى في بعض الأشياء زائدة عن الحاجة سواء كانت جديدة أو قديمة، لأن هم الجديد يقومون بالتبرع به مباشرة، والقديم إذا يمكن هنالك إذا كانت هنالك إمكانية لإعادة التدوير هم اللي يقومون بإعادة تدوير الأشياء القديمة وبعد ذلك التبرع بها. شنو الآلية اللي يعمل عليها التطبيق؟ أنا راح أقول لكم عليها بالشكل التفصيلي. أولا التطبيق هذا من خلال الاتصال أو تحميل التطبيق هم الجماعة يجونك لين باب البيت عندك، في تطبيق عونك يجونك لين باب البيت عندك، وهذا الأمر موجود حاليا في عمان وحتى في قطر. تطبيق عونك يجيك لين باب البيت. طيب أنت تتبرع وين تروح هذه التبرعات؟ هنالك تنسيق ما بين الأخوان في التطبيق وما بين الجمعيات الخيرية اللي موجودة عندنا في البلد، أو حتى ما بينهم وما بين جمعية الهلال الأحمر اللي موجودة في قطر. أنا راح أحط لكم رابط التطبيق، نزل التطبيق وادخل وشوف كيف آلية عمل هذا التطبيق بشكل أو بآخر. هو سهل جدا حقيقة ويسهل عليك عملية التبرع. التطبيق يعمل على جمع التبرعات العينية، يعني ما في فلوس، وحاليا حتى يعني الوضع مختصر على الملابس، الحقائب، الأحذية اللي موجودة عندك اللي أنت مش في حاجتها، اللي صار عليها فترة، اللي حتى لو تلفانة لا تشيلها. هذا الموضوع إذا عندك نية في التبرع اتصل في الجماعة أو ادخل من خلال التطبيق واطلب ليجونك لين باب بيتك ويأخذون من عندك هذه التبرعات، وهم بالتنسيق مع الأخوان اللي موجودين في الجمعيات الخيرية يقومون بتوزيع هذه التبرعات على من يستحقها. وبالمناسبة يعمل التطبيق بشكل أو بآخر على تدوير الأشياء الغير صالح على الاستخدام. طبعا نقول يدور وبعدين في فلوس، الفلوس هذه وين تروح؟ الفلوس هذه تروح ايضا للجمعيات الخيرية اللي تساهم في مساعدة الاسر المحتاجة. هذا اول ما تدخل التطبيق بالنسبة للاخوان اللي موجودين في قطر. اول ما تدخل التطبيق راح اعطيك ثلاث خيارات او اربع خيارات موجودة، اللي هي التبرع بشكل مباشر، تحط لهم لوكيشن المكان، يجونك لحد باب البيت ويأخذون من عندك الأغراض، ثم بعد ذلك تروح لجمعية الهلال الأحمر اللي هي تقوم بدورها بتوزيعها على المحتاجين، أو أنك تتصل فيهم أو أنك تزور الموقع الإلكتروني تتصل فيهم للاستفسار. تبرعات العينية بجميع يعني ملابس، بطانيات، أحذية، حقائب، حتى أجهزة كهربائية تقدر تتبرع بالأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندك، حتى لو كانت بعض الشيء تالفة ممكن الأخوان يعملوا عليها وبعد ذلك التبرع فيها للمحتاجين. هذا فيما يخص الأخوان في الدوحة. مثل ما قلت لكم هذا رابط التطبيق، نزل التطبيق، ادخل، سجل وتواصل مع الأخوان إذا كان هنالك شيء تريد التبرع فيه. الأخوان في السلطنة تحمل التطبيق أو تتصل على الرقم المجاني اللي موجود هني وتستفسر عن كل شيء ممكن، هم راح يوصلونك إن شاء الله للمكان اللي أنت فيه ويوصلون تبرعاتكم للأسر المحتاجة. كل هذه الأمور كلها بالتنسيق مع الأخوان في الجمعيات الخيرية. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.